سينمائية رائعة بتشهدها محافظة أسوان احتفالاً بفعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة. احنا موجودين معاكم على شاشة قناة 10 الراعي الإعلامي للمهرجان، بنغطي لحظة بلحظة. ودلوقتي معانا ضيف عزيز جداً من السودان، معانا أستاذ مصطفى النعيم رئيس جائزة تهارقة الدولية للسينما والفنون بالسودان. أهلاً بيك أستاذ مصطفى. أول حاجة سعيد جدا إن أنا في حضرة الغناء اللطيفة دي وفي حضرة أجواء سينمائية في أسوان. أسوان بلد عزيزة أو مدينة عزيزة على قلب كل سوداني، وطبعا مصر أكيد. مبسوط إنه أنا معاكم يعني في أسوان. أستاذ مصطفى، قبل ما هندخل في المهرجان الجميل اللي احنا يعني بنشوف فعالياته من امبارح يمكن في الافتتاح، لازم أسأل حضرتك الأول على الجائزة. وحضرتك الجائزة دي يعني ايه، وهل هي موجودة في السودان فقط ولا ممكن تكون موجودة في دول اخرى؟ جائزة تهارقة دولية السينما والفنون هي اول جائزة سينمائية سودانية تم انشائها في 2013 بأيادي شبابية سودانية قامت على انها تكون منتشرة في كل العالم. تمام، تهارقة هو ملك نوبي، ملك كوشي، يعني من زمن هو كان ملك شاب في 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 عمره، احتزينا بالملك على اساس انه هو يكون هو ال هو خدته الاسم على اساس. أيوة، هو يبقى اسم الجائزه. أيوة، صح كده. ايوه بالظبط كده. فاشترك فيها عدد كبير جدا من المخرجين الشباب حتى من الوطن العربي، من مصر يعني كان في عدد كبير جدا وكويس جدا من مصر برضو كان مشارك. فهي جائزه تقوم على صناعه الافلام والافلام القصيره والطويله وحتى الانيميشن وبرضو الأفلام الوثائقية والروائية. معلومة جديدة على فكرة حضرتك أضفتها لي. وطبعا عايز أسأل حضرتك برضو مشاركتك بقى في المهرجان. أنا كده يمكن من حكايتك عن الجائزة فهمت. أيوة، يمكن شوية الخلفية الخاصة بحضرتك كشغلك يعني. بس برضو قول لنا أكتر، مشاركتك في المهرجان جت إزاي؟ طيب، المشاركة كانت بسيطة جدا. اتصلنا بالسيناريست الأستاذ محمد عبد الخالق، إنسان محترم جدا، إدارة المهرجان طوالي أدانا الكونفيرم ورسل دعوات شخصية لي أنا رئيس المهرجان ومديرة المهرجان أو الكرو معي. فكان سفرة والحاجة جميلة ومرهقة، وجينا على يعني صراحة ترحاب جميل من أول مرة تيجي أسوان. أول مرة تيجي أسوان. أول مرة تيجي أسوان، لكن مش أول مرة تيجي مصر. لا بشكل عام. لا كتير مصر. أيوة. أهلا بيك. وأسوان منورة طبعا. وعايزة برضو، يمكن حضرنا كلنا الافتتاح وكان الحقيقة افتتاح رائع، وتم عرض فيه الفيلم المكسيكي. يعني عايزة أعرف الأجواء اللي أنت شفتها كاحتفال بمهرجان خاص بالمرأة وخاص. وخلي بالك يعني احنا بنتكلم برضو في بلد، احنا هنا في الصعيد ودي أسوان، يعني كل ده رد، يعني عايز اعرف انطباع حضرتك عام، مش رد فعلك طبعا، بس انطباع بشكل عام. طيب، مبدئيا كده من الاسم مهرجان المراه وافلام المراه، هم شطار جدا في اختيارهم للمكان اسوان. اسوان المراه الاسوانيه والمراه النوبيه اصلا مراه قويه. صحيح. مراه مكافحه، مراه عندها تاريخ كبير، كانت من اوائل الملكات في العالم. كل امرأة على النيل هي بنفس التفاصيل اللي هم في أسوان. الاختيار صحيح للمكان. تاني حاجة، تفاعل الأهالي أو تفاعل أهالي أسوان مع المهرجان كان جميل ورائع، وكان واضح جدا على الريد كاربت وعلى القاعة برضو. وزايد لكده يعني المشاركة الواضحة من المرأة ذاتها متمثلة في المجلس الأعلى للمرأة برضو، دي كانت حاجة برضو ملفتة، إنه المهرجانات السينمائية ترتبط بأجسام أخرى ممكن تكون تفيد الفكرة تحت المهرجان. وده مهرجان يعتبر متخصص يعني في سينما المرأة بالتحديد، اللي هو ممكن يكون بيناقش قضايا، بيعمل على رفع الوعي عند المجتمع بشكل عام، مش المجتمع بس المصري، كل المجتمع المحيط بمصر أو حتى المجتمع العالمي، لأنه معظم قضايا المرأة بتتشابه تماما. من أجمل برضو الحاجات إنه تكريم الأجيال، يعني احنا كنا موجودين شفنا تكريم منا شلبي، تكريم جيل والاستاذه محسنه توفيق طبعاً. يعني برضو كانت حاجه جميله لفتت نظرك جدا يعني. طبعا جدا دي حاجه محترمه ان كونه في اهتمام بالجيلين، يعني ما في جهل لجيل وترك لجيل تاني. طيب، عايز اعرف برضو استاذ مصطفى، يعني يمكن كل اللي حضرتك حكيت عنه ده صحيح، كلنا شفناه واشدنا بيه. هل ممكن في يوم من الايام نشوف مهرجان متخصص ويكون بالاخص للمراه يقام في السودان؟ فعلا يعني من الحاجات اللي افترض تحصل. السودان طبعا من اجمل الحاجات اللي فيه، والمراه عندنا قويه جدا، متحضره جدا، سباقه دائما للرجل بكل تفاصيله، يعني في السياسه والفن وفي برضه في كل التفاصيل. بالتحديد في مهرجان هو يعني يتم اعداده له زي سنه اسمه كحيله، ف
فبرضه من هنا انا بتمنى لفريق المهرجان انه كحيله يرى النور وفعلا يعني يناقش قضايا المراه السودانيه والمنطقه العربيه بشكل عام والافريقيه بالتحديد، لانه طبعا احنا يعني انتمائنا لافريقيا اكبر واحلى يعني اجمل كده يعني في اعتزاز به يعني. نتكلم كمان احنا موجودين في عاصمه الشباب الافريقي يعني صح. احنا خلاص اعلنت اسوان ان هي صح. عاصمه تعتبر لافريقيا صح. دي برضو من الحاجات الجميله جدا انه السنه دي انه مصر هي الرئيس الاتحاد الافريقي وبالتحديد اسوان شباب اسوان والمجتمع الاسواني يستحق كل الخير، لانه هم سباقين زي ما قلنا، اصحاب رياده، اصحاب تاريخ، يستحقوا انه مش يكونوا عاصمه، يفترض انه العالم كله يعني يتجه لثقافتهم ولحضارتهم ولمعرفه المعرفه عندهم يعني. خلينا واحنا قاعدين على النيل كده اسال حضرتك علاقه النيل بالسينما. شوفي، هو النيل يعني النيل هو ملهم لكل انواع الثقافات وكل الفنون وكل العلوم. النيل ده يعني من الهبه اللي ادانا لها ربنا، احنا كشعب واحد، شعب وادي النيل او شعب يعني احنا بيجري فينا النيل، يعني هو اعظم من الدم، اعظم من اي ايوه اكيد طبعا، فاكيد انتمائنا له اكبر. فكل تفاصيلنا وكل ملامحنا وكل اختياراتنا للموضوعات بيكون مكنونة أو دواخلها الجريان، الهيجان، الهدوء، المسامحة، الطيبة. النيل فيه كل الصفات بتاعت الإنسان، وكمان صفات ممكن تكون ما في أي إنسان تاني في العالم. فعشان كده بتلقي أنه إنسان النيل إنسان مميز، بيختار دائما حاجاته حتى ملابسه بتفاصيل معينة. فافتكر انه دي من اعظم الحاجات، يفترض نستغلها صح، يفترض انه نخلي طابع التسامح فينا اكبر من اي طابع ثاني، ويا رب يعني ننسى فكره انه نكون مع بعض، يعني النيل هو يربطنا ببعض يعني بكل الشعوب الموجوده على النيل، من اثيوبيا وسودان وغيره وغيره، والجنوب طبعا جنوب الحبيب، وهنا في اسوان وفي مصر وفي كل ارجاء المحيط بالنيل يعني. أستاذ مصطفى، لو في حاجة ممكن تربط أكتر، يعني إحنا مش ممكن تربط بس تربطنا أكتر كشعب واحد كمصر والسودان، تتعامل من خلال السينما، يعني يبقى عمل فني أو عمل سينمائي ممكن يعمل الربط ده وممكن يوصل المفهوم الصحيح اللي المفروض إحنا أصلاً اتربينا عليه، ممكن الفكرة دي تكون إيه؟ والله صراحة هو أنا دايماً بقول مقولة، المنتج الشاطر أو المخرج الشاطر هو اللي بيختار الموضوع اللي بيربط ما بين السودان ومصر. الى الان ما جاء الموضوع او ما جاءت القضيه اللي بتربط ما بين الشعبين. القضايا طبعا كثيره جدا، بس محتاجه لمنتج شجاع. انا من هنا بقول انه عايزين منتج شجاع او مخرج شجاع او كاتب شجاع يكتب موضوع اللي هو في تفاصيل كثيره طبعا بيننا، عاداتنا وتقاليدنا، ملامحنا، تفاصيلنا هي بتتشابه، فاكيد بنلقى يعني من العمق في الجنوب والامتداد في الشمال بنلقى موضوعات كثيره مشتركه، اسر كثيره جدا مرتبطه ما بين الجنسيه السودانيه والجنسيه المصريه، اكيد حيكون عندها صح. موضوعات كثيره صح. على فكره الاسره المصريه والاسره السودانيه نفس الهموم، نفس القضايا، نفس المشاكل، حتى الاجيال الموجوده نفس المتطلبات، فاعتقد انه الموضوع محتاج بس الى نظره كاتب مختلف يكتب شيء جديد على الـ على الـ على السينما، ويكون هو الفيلم يعني السينما تاريخ، هتقعد لتاريخ التاريخ يعني. زي ما بنشوف اعمال كثيره لبلاد اخرى كثيره موجوده في البلدان كلها، المفروض احنا عايزين نوطد العلاقه اكتر، فاعتقد ان دي تبقى خطوه حلوه قوي. بس زي ما حضرتك قلت هي عايزه منتج شاطر شجاع. خلينا نتكلم برضو الحاجات المشتركه بقى، يعني احنا بنتكلم، احنا زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي احنا كل حاجه تعتبر مشتركه بيننا، بس ايه اكتر حاجات اللي بتميزها؟ ويمكن انت يعني نزلت مصر كتير وقلت لي انت جيت مصر كذا مره، يمكن هنا اول مره في اسوان، اهلا بيك. ايه الحاجات المشتركه اللي شفتها حسيت فعلا ان احنا واحد منها؟ اول حاجه الفول. اكتر حاجه مشتركه نجي لابسط شيء يعني، واكتر شيء ممكن الناس بتتداول الفول يعني والاكل. يعني احنا هنا كنا بنتكلم على الاكل الاول، يعني مثلا عرف ده ابسط شيء ممكن نتكلم عنه، عرفتي، غير تفاصيلنا الثانيه بتاعت العادات والتقاليد والاهتمامات وحتى الاسر، ويعني فكره الاهتزاز بالاهل دي كل حاجات ما بتتلاقي، حاجات موجوده صعب عندنا صحيح. صعب عند الناس كثير لكن عندنا موجوده. النيل حنين، عشان كده هو بيربط ما بيننا في حاجات كثيره جدا جدا، زي ما قلت لك في الاكل، في الثقافه، في الفنون، في تفاصيل ثانيه برضه في الدراسه، في العمل، عادات وتقاليد كثيره جدا، حتى في الاعراس، يعني الاعراس الافراح النوبيه او الاسوانيه او معظمها هي شبيهه تماما من الاعراس او الافراح في السودان، حتى نفس النقمه، نفس
كل التفاصيل الحنة جرتك التفاصيل دي كلها هي موجودة في السودان وبرضو موجودة. ودي اللي احنا عايزينكم بقى يعني تعملوها لنا الفترة الجاية ان شاء الله كده في اعمال سينمائية نبقى فخورين بها كالعادة. نشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى النعيم رئيس جائزة تهارقة الدولية للسينما والفنون بالسودان، شرفتنا وشرفت قناة تان تي في. انا سعيد جدا اني معاك، سعيد باسوان، وان شاء الله نستمتع يعني بالمهرجان ومعاكم. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا لسه على موجودين معاكم على ارض الطيبه على ارض الجمال في اسوان، مستمرين لتغطيه مهرجان اسوان الدولي لسينما المراه في دورته الثالثه.